أبنائي الطلبة، صباح الخير. النهاردة هناخد محاضرة في مادة المحاسبة الخاصة، موضوع المحاسبة عن عمليات بضاعة الأمانة، سواء التعليم المفتوح المدمج أو ال5 سنوات. دكتورة صفاء جركس، قبل ما نتكلم في الموضوع ونسترسل فيه الشرائح اللي قدامنا دي، كلمة بضاعة الأمانة أنا هقولها بصفة عامة معناها إيه عشان تبقوا إيه معايا في الموضوع. بضاعة الأمانة معناها إن في واحد بيملك بضاعة معينة وعنده مكان بيبيع فيه، حب يتوسع فوداها الواحد في مكان تاني جزء منها، واحد مثلا في القاهرة فتح محل بيبيع فيه أدوات كهربائية، اتكلم مع واتفق مع واحد في اسكندرية يديله جزء من البضاعة دي يبيعها له هناك. مالك البضاعة ده اسمه الموكل، اللي خدها في اسكندرية عشان يبيعها بيبيعها لمصلحة الراجل اللي في القاهرة، يعني هي ما زالت ملك للراجل في القاهرة. أمال اللي في اسكندرية هيبيعها ليه؟ هيبيعها هي عنده بصفة أمانة، يبيعها مقابل إن هو ياخد عمولة من الموكل وهو المالك. يبقى البضاعة عند الراجل الوكيل هناك في اسكندرية اسمها بضاعة أمانة، عنده بضاعة أمانة يبيعها لمصلحة مالكها، دي معنى كلمة بضاعة الأمانة. نبتدي بقى في الموضوع. تلجأ بعض المنشآت رغبة منها في توسيع نطاق أعمالها وزيادة مبيعاتها إلى استخدام وكلاء لها في مناطق مختلفة داخل البلاد أو خارجها. طبعا احنا بنركز اللي داخل البلاد، لان اللي خارجها دي بيدرسوها في حاجه اسمها محاسبه دوليه مالناش دعوه بيها، احنا بنركز على الوكلاء اللي موجودين داخل الدوله. وتقوم المنشاه باختيار وكلائها من ذوي المراكز الماليه القويه وممن لهم خبره بالسوق وببيع البضاعه ليقوموا ببيعها لحساب الموكل وتحت مسؤوليته في مقابل عموله تحسب عاده كنسبه مئويه من المبيعات. أظن الكلام ده واضح من الكلمتين اللي أنا قلتهم في الأول. ولا يترتب على عملية إرسال البضاعة من الموكل إلى الوكيل نقل ملكيتها إلى الوكيل، يعني أما تتنقل البضاعة من الموكل للوكيل مش معنى كده أنها بقت ملك للوكيل، لا، وإنما تظل ملكياتها للموكل وتعتبر بمثابة أمانة عنده، أمانة لدى الوكيل لحين بح. وسوف نتناول موضوع المحاسبة عن بضاعة الأمانة في فصلين. هنتكلم في الفصل الأول عن شوية مفاهيم هنستخدمها في بضاعة الأمانة، وبعدين في الفصل الثاني هنتكلم عن المحاسبة عن بضاعة الأمانة في دفاتر الموكل والوكيل. بقى بنتكلم عن بضاعة الأمانة محاسبيا، لكن في الفصل الأول هنتكلم عن شوية بعض المفاهيم اللي واحنا بنتكلم هنستخدمها. الفصل الأول التعريف بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المحاسبة عن بضاعة الأمانة. أول حاجة هنعرف بضاعة الأمانة، هي إحدى الطرق المتبعة لتوزيع البضائع والمنتجات عن طريق الغير، واضح الكلام؟ حيث يرسل الموكل اللي هو مالك البضاعة، يرسل الموكل البضائع والمنتجات إلى شخص آخر يسمى الوكيل اللي هو هناك في اسكندرية اللي قلنا عليه مثلا، أو في أسيوط أو في بنها إلى آخر، لتوزيعها نيابة عنه نظير عمولة يتقاضاها، ونتيجة لذلك تنشأ علاقة تعاقدية بين طرفين، الطرف الأول الموكل وهو مالك البضاعة والذي يرسلها للوكيل لبيعها نيابة عنه، الطرف الثاني الوكيل وهو الشخص الذي يتسلم البضاعة لتصرفها وتوزيعها نيابة عن الموكل مقابل عمولة يتقاضاها. الكلام ده نفس الكلام اللي أنا قلته قبل ما نبتدي في الشرائح بتاعتنا. نيجي بقى نتكلم عن خصائص عقد بضاعة الأمانة. أول حاجة استلام البضاعة، لما الموكل يبعت البضاعة للوكيل الوكيل هيستلمها. هنشوف بقى، يقوم الوكيل باستلام البضاعة اللي هيبعتها للموكل من الموكل، وعليه أن يعد المكان اللازم لتخزينها، هيخزنها عنده، ومكان لعرضها عشان يبيعها حتى يتم بيعها. ولا يعني ذلك زي ما قلت أكتر من مرة، ولا يعني ذلك انتقال ملكية البضاعة إلى الوكيل، وإنما تظل البضاعة ملكا للموكل اللي هو صاحبها اللي في القاهرة حتى يتم بيعها بواسطة الوكيل فتنتقل ملكياتها للمشتري. المصطلح الثاني أو الخاصية الثانية فاتورة البيع. فاتورة البيع بقى لما الموكل بيبيع بضاعة للعميل
اما الوكيل، انا اسفه، الوكيل اللي عنده البضاعه لما يبيع البضاعه للعميل طبعا بيديه فاتوره بيع، دي فاتوره البيع المقصوده هنا. تصدر فاتوره البيع التي توجه للعميل باسم الوكيل، لان الوكيل هو اللي بيبيع له، ويعني ذلك ان الوكيل يقوم ببيع البضاعه باسمه، ولكن دي ناخد تحتها 1000 خط لحساب الموكل. وبالتالي يتمتع الموكل بما تدر هذه البضاعه من ارباح، ويتحمل ما ينجم عنها من خسائر، ولا تظهر في هذه الفاتوره اسعار التكلفه حتى لا يعلم الوكيل بمقدار الربح الذي يتوقع الموكل الحصول عليه. الكلمتين اللي قريناهم دول في فاتوره البيع، ان لما الوكيل اللي بياخد البضاعه لما يبيعها للعميل بيديله فاتوره، في الفاتوره دي بيكون باسمه، ولكن المبلغ نفسه لحساب الموكل، لحساب صاحبها. كمان حاجه تانية، ما بيظهرش في الفاتوره دي اي سعر للتكلفه للبضاعه، بيظهر سعر البيع بس اللي بيبيع بيه الوكيل للمشتري، لان الموكل مش عايز يعرف الوكيل تكلفه البضاعه كام، هو حر مش عايز يعرفه هو بيربح كام، هو برضه حر. طيب نتنقل لنقطه تانية. عملت الوكيل، احنا قلنا الوكيل بقى اللي في اسكندريه او في اي بلد بيبيع مقابل انه ياخد عموله من الموكل. يتقاضى الوكيل في مقابل قيامه ببيع البضاعه لحساب موكله عموله تحسب عاده كنسبه مئويه من ثمن البيع. وفي هذه الحاله لا يضمن الوكيل سداد قيمه المبيعات الاجله للموكل، بمعنى ان الموكل سوف يتحمل الخساره اللي تنتج عن توقف المشتري اللي اتباع له بالاجل اذا قصر اللي بعده بالاجل عن السداد، طالما ان الوكيل لم يقصر في اختيار العميل او في المطالبه بالدين في الوقت المناسب. كلمتين دول هشرحهم لكم بوقت استفاضه اكتر. دلوقتي الوكيل لما بيبيع البضاعه بيبيعها لحساب الموكل، بيبيع بالنقد وبيبيع بالاجل، اللي الموكل بيسمح له يبيع بالنقد ويبيع بالاجل. في نوع من الوكاله ان الوكيل يقول للموكل ايه، انا البضاعه اللي هبيعها بالنقد دي هضمن لك ان اخد المبلغ وارده لك، لكن لما بيع بالاجل انا ما اضمنش ان اللي هبيع له انه يسدد لي، دي مسؤوليتك يا موكل، دي مسؤوليتك يا صاحب البضاعه يا اللي انت في القاهره. فهنا في الحاله دي الوكاله دي بتبقى اسمها غير ضامنه للسداد، وكاله عاديه غير ضامنه للسداد. الوكيل ما بيضمنش سداد ثمن بيع البضاعه اللي بالاجل، وهنا العموله بتبقى عادية. في نوع تاني اسمه وكالة ضامنة للسداد، الوكيل بيبيع بالنقد والأجل، في الحالة دي الوكيل بيضمن سداد ثمن البضاعة اللي هيبيعها بالنقد، وبيضمن سداد ثمن البضاعة اللي بيبيعها بالأجل، هو متحمل ان هو يحصل القيمة من المشتري عشان يوردها للموكل اللي هو صاحب البضاعة. يبقى إذن هنا الوكيل اللي بيضمن البضاعة المباعة بالنقد والأجل ده بيبذل مجهود أكتر، لأنه بيتعامل مع اللي هم بيبيعوا لهم بالأجل بأن هو بيتابعهم ويحصل منهم الثمن، وبالتالي المفروض يستحق عمولة أعلى. العمولة دي أو الوكالة دي التانية دي اللي هو الوكيل بيضمن البضاعة سواء بالنقد أو الأجل اسمها وكالة ضامنة للسداد، وهنا الوكيل بياخد عمولة أعلى من الوكيل اللي بيبيع ويضمن البضاعة اللي بتتباع بالنقد فقط. يبقى هنا الوكالة عندنا نوعين، وكالة ضامنة للسداد وضمانة وكالة غير ضامنة للسداد. الغير ضامنة للسداد زي النوع الأولاني، الوكيل ما بيضمنش غير البضاعة اللي بيبيعها بالنقد بس، أما لما بيبيع بالأجل دي مسؤولية الموكل، دي اسمها وكالة غير ضامنة للسداد، واضح من اسمها. النوع الثاني اسمه وكالة ضامنة للسداد، هنا الوكيل بيبيع البضاعة بالنقد والأجل وبيضمن تحصيل المبلغ للاتنين ويورده للموكل، وبالتالي العمولة بتاعته بتبقى أعلى، اسمها عمولة شاملة. شاملة نسبة العمولة شاملة نسبة مئوية من ثمن البضاعة اللي بتتباع بالأجل وثمن البضاعة اللي بتتباع بالنقد. أما الأولاني اللي هو الوكالة غير الضامنة بياخد نسبة عمولة اسمها عمولة عادية. هنشوف في التمرين بعد كده هتبقى ازاي. حقوق الوكيل، اول حاجه الوكيل اللي هو هناك بقى اللي اتبعت له البضاعه حقوقه ايه؟
استرداد جميع المصروفات التي أنفقها الوكيل على البضاعة الموجودة في حوزته، زي مصاريف النقل والتخزين والتأمين، وكذلك الأعباء المالية المترتبة على إرسال الشيكات المصرفية للموكل وغيرها. أي مصاريف يصرفها الوكيل هناك على البضاعة بيسجلها وبياخدها من الموكل، لأن هو إيه مسؤوليته إن هو يصرف على البضاعة دي؟ مسؤولية الفلوس دي كلها اللي بيصرفها الوكيل بيصرفها مؤقتا وبعدين بيحصلها من الموكل زي ما هنشوف في التمارين. 2، إعطاء المشتري أو العميل الضمانات الكافية للبضاعة المباعة له، ويجب على الموكل الالتزام بهذه الضمانات. ج، الحصول على العمولة المتفق عليها مع الوكيل. د، لو الموكل ما اداش الوكيل العمولة بتاعته ايه اللي بيحصل في دال؟ دال بيبقى الوكيل بقى حبس البضاعة المودعة عنده بصفة أمانة لاستيفاء عمولته والمصروفات التي أنفقها على البضاعة، ويتقدم على غيره في استيفاء ما له من ثمنها. يعني إذا الراجل الموكل صاحب البضاعة ما ادالوش العمولة بتاعته وما ادالوش المصاريف اللي صرفها، الراجل هناك الوكيل بيخلي بقية البضاعة اللي ما اتباعتش عنده لحد ما الموكل يديله حقوقه اللي هي عمولته والمصاريف اللي دفعها. أما واجبات الوكيل، ده احنا قلنا بقى ايه حقوقه، واجباته ايه بقى الوكيل اللي هناك اللي عنده البضاعة؟ أن يبذل جهده في المحافظة على البضاعة المودعة طرفه بصفة أمانة. عناية الرجل المعتاد، لازم يحافظ على البضاعة اللي عنده، يعني يعرضها في مكان آمن، يحافظ عليها الباقي أو جزء الباقي يخزنه في مكان آمن إلى آخره. 2، يقوم بالاستعلام عن الحالة المالية للعملاء في حالة البيع بالأجل. لما يكون ناوي يبيع حاجة بالأجل لازم يتأكد إن بيبيع لناس هيكون متأكد إن هم هيسددوا له الثمن، وألا يقصر في المطالبة بالديون المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها. 3، أن يقدم إلى موكله، مفروض الوكيل بقى يقدم للموكل ايه؟ بصورة منتظمة حساب يسمى كشف حساب المبيع. الراجل الوكيل هناك لما بيبيع كل اسبوع او كل 10 ايام زي ما بيتفق مع الموكل، يتفقوا مع بعض ان الراجل الوكيل اللي هناك كل فترة يبعت له كشف اسمه كشف حساب المبيع، بيثبت له فيه ويوضح له ما يلي: تفاصيل المبيعات النقدية والاجلة اللي باعها، المصروفات التي قام بإنفاقها في سبيل تصريف البضاعة بالإضافة إلى عمولته محسوبة على الأساس المتفق عليه بينهم. جيم، المبالغ اللي سددها إلى الموكل أول بأول. ما هو لما الوكيل بيبيع هناك بيبيع كل أسبوع أو كل فترة، مفروض أنه هو بيبعت للموكل مبالغ نقدية أو بشيكات أو يبعت له كمبيالات عشان ما يركنش الفلوس عنده مرة واحدة، لازم كل فترة يبعت للموكل مبلغ من المبيعات اللي باعها. ده احنا اتكلمنا دلوقتي في الفصل الاول عن شوية مصطلحات كده وحقوق واجبات الوكيل الى اخره. الفصل الثاني بقى هنتكلم فيه المحاسبة عن بضاعة الامانة في دفاتر الموكل والوكيل. طرق تسجيل بضاعة الأمانة في دفاتر الموكل والوكيل في حالة تقييمها، هنتكلم في حالة تقييمها بسعر التكلفة. سوف نوضح كيفية إثبات عملية بضاعة الأمانة في دفاتر كل من الموكل اللي هو مالك البضاعة والوكيل عن طريق العمليات التالية. بصوا بقى، احنا هنتكلم عن عمليات احنا هنتكلم عن بعض العمليات واحدة واحدة كده. كل عملية هتوضح لنا ازاي بتتم عملية اثبات العمليات دي كلها. اول ما بتبتدي البضاعة تتنقل من الموكل للوكيل، ازاي بتتم اثباتها خطوة بخطوة في دفاتر الموكل وفي نفس الوقت في دفاتر الوكيل، هنشوف مع بعض. العملية الأولانية، أول حاجة احنا بتبتدي بضاعة الأمانة بإيه بقى؟ أول حاجة الراجل الموكل بيبتدي يبعت البضاعة من الموكل اللي هو مالك البضاعة، يبعتها للوكيل في أي بلد بقى، اسكندرية، طنطا، بنها إلى آخره. مثال،
تم ارسال 100 وحده من البضاعه من الموكل عبد السلام شحاته الى الوكيل عبد العزيز فتوح. الموكل اسمه عبد السلام شحاته والوكيل اسمه عبد العزيز فتوح. تكلفه الوحده 1000 جنيه. سعرها في الفاتوره السوريه 1200 جنيه. بعموله عاديه 5% من ثمن البيع. يتم الاثبات في دفاتر الموكل والوكيل كما يلي. خدوا بالكم هنا اداني ايه؟ تكلفه الوحده 1000 جنيه. السعر في الفاتوره السوريه 1200 جنيه. هنا بقى لما نيجي نثبت البيانات والقيود هنثبت في دفاتر الموكل بسعر التكلفه. لان هو الوحيد اللي بيحسبها بسعر التكلفه وعارف سعر التكلفه. اما في دفاتر الوكيل هتتحسب بسعر الوحده 1200 جنيه اللي هو ثمن البيع. لان الوكيل ما بيعرفش غير ثمن البيع بس، زي ما اتفقنا سعر التكلفه ده بيحتفظ بيه الموكل لنفسه. فهنشوف بيتم اثباتها ازاي. في الحاله دي لما نجاوب الجزئيه دي هنقسم الصفحه بتاعتنا نصين. هنعتبر النص الاولاني اللي على اليمين ده دفاتر اليوميه بتاعت الموكل اللي هو المالك عبد السلام شحاته، ومكتوب جنبها هيئته في سعر التكلفه. دفاتر الوكيل عبد العزيز فتوح مكتوب قدامها هيسجلها في سعر البيع. نشوف القيد الاولاني بقى في دفاتر الموكل اهو. بصوا هو 100 وحده، سعر الوحده 1000، يبقى الاجمالي 100000. هنقول كده من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل عبد العزيز فتوح. خدوا بالكم انا بقول اسامي ليه؟ لان الموكل ما بيبعتش للموكل واحد، بيبعت لاكثر من وكيل. فهنا لازم يكتب اسم الوكيل هنا. من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل عبد العزيز فتوح 100000 الى حساب بضاعه الامانه المرسله للوكيل عبد العزيز فتوح. وبكتب شرح القيد تحته قيمه 100 وحده ارسلت للسيد عبد العزيز فتوح لبيعها لحسابنا بعموله 5%. في نفس الوقت اول ما تروح البضاعه للوكيل هيكتب مذكره، مش هيكتب قيد. هو ممكن يكتب قيد لكن ممكن يكتب مذكره، فانا ريحتكم وقلت يكتب مذكره لان دي بتبقى اسهل لكم وابسط. هيقول ايه؟ تسلمنا بضاعه امانه من السيد عبد السلام شحاته لبيعها لحسابه بعموله 5%. نيجي بقى للعمليه الثانيه. البضاعه وهي رايحه، قبل ما نقرا العمليه الثانيه، الراجل الموكل اللي في القاهره اكيد هينقلها، وهي بتتنقل هيصرف عليها مصاريف. المصاريف دي ممكن تكون نقل، شحن، تامين عليها في الطريق. فالمصاريف دي اللي هيصرفها الراجل الموكل هتتسجل ازاي؟ طبعا هو بيصرف لها المصاريف دي عليها الموكل، والراجل هناك الوكيل قاعد مستنيها. الراجل الوكيل هناك مش هيدفع اي حاجه، اللي هيدفع المصاريف هنا مين؟ الموكل. نشوف مثال. قام الموكل بصرف ما يلي. الموكل اللي هو صاحب البضاعه اللي عنده لسه البضاعه هينقلها. 500 جنيه مصاريف نقل وشحن، 2000 جنيه تأمين على البضاعة. بيتم إثبات العمليات في دفاتر الموكل والوكيل كما يلي. دفاتر الموكل اللي هو صاحب البضاعة هيقول ال 500 زائد ال 2000 يبقى 2500. من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح 2500 إلى حساب النقدية، لأنها طلعت من النقدية عنده. طب ليه قال من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح؟ خدوا بالكم معايا بقى. احنا في الخطوة اللي فاتت لما بعت بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح قال إيه؟ أثبتها بالتكلفة، وقال من بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح. أثبتها بالتكلفة. هنا بقى في العملية دي اللي قدامنا كل مصروف يتصرف على بضاعة الأمانة هيحمله على حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح، وهيقول من حساب بضاعة الأمانة. وطلعت منين؟ من نقدية. يبقى هنا هناخد من هنا ورايح في أي بعد كده عملية، أي مصروف هيتصرف على بضاعة الأمانة هيتحمل على حساب اسمه إيه؟ من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح، عشان في الآخر خالص الراجل المالك ده اللي هو عبد السلام شحاتة يعرف تكلفة الوحدة أو تكلفة البضاعة بتاعت الأمانة اتكلفت على بعضها كام؟ ويقارنها بثمن البيع ويعرف بعد كده مكسبه ربح أو خسارة. طيب نيجي لدفاتر بقى عبد العزيز فتوح. الراجل عبد العزيز فتوح هناك بقى في البلد اللي هو فيها مستني البضاعه تروح له، لا دفع حاجه ولا حسب حاجه. فهنا هنقول كده لا قيود في الحته دي، زي ما انا عامله كده بالظبط.
تمام. نيجي للعمليه الثالثه، هنا بقى راحت البضاعه بقى ايه لعبد العزيز فتوح اللي هو الوكيل. طبعا اكيد هينزلها من العربيات، يحط شويه في المخازن، يحط شويه في المعروضات بتاعته، او يصرف عليها اعلان. هنشوف بقى المثال ده هيحصل فيه ايه. مثال، قام الوكيل عبد العزيز فتوح بصرف ما يلي: 3000 جنيه مصاريف تخزين، 1210 مصاريف اعلان. لما راحت له البضاعه هناك صرف عليها تخزين 3000، وصرف عليها مصروفات اعلان 1210. طيب هنا بقى هنسجلها ازاي؟ تعالوا بينا لدفاتر الموكل. المصاريف قلنا اللي هيصرفها الوكيل هناك ده هيصرفها مؤقتا، لكن هيحاسب عليها مين؟ هيحاسب عليها الموكل بعد كده، لانه ملوش ذنب انه يتحملها. فهنا بصوا هنجمع ال 3000 زائد ال 1210، هتبقى في دفاتر الموكل اهي 4210، وهنحملها على حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل عبد العزيز فتوح زي ما قلنا. اي مصاريف هنحملها على ايه؟ بضاعه الامانه. بس دي هنا انا يا موكل ما دفعتهاش، امال هقول الى حساب مين؟ الى حساب جاري، احسبها لجاري الوكيل، لان دفعها الوكيل مؤقتا. فهنا الوكيل الجاري، الجاري حساب الجاري بتاعه دائن مؤقتا عبال ما انا احاسبه عليها بعد كده. نيجي في دفاتر الوكيل. دفاتر الوكيل لما دفع المبلغ 4210 هو مش ذنبه نتحمله، فهيحمله بقى للحساب بتاع الجاري بتاع الموكل عبد السلام شحاته، يقول من جاري عبد السلام شحاته الى حساب النقديه. وهنقول في الاثنين هنا في الموكل هيقول المصروفات كما هي وارده في حساب المبيع، الوكيل هيقول مصروفات بضاعه الامانه لحساب الموكل عبد السلام شحاته. واضح؟ ملحوظة: يتم تحميل بضاعة الأمانة بالمصروفات التي دفعها الموكل في العملية الثانية وكذلك العملية الثالثة، وكذلك بالمصروفات اللي دفعها الوكيل في العملية الثالثة. يعني المصروفات اللي دفعها الموكل في العملية الثانية والمصاريف اللي دفعها الوكيل في العملية الثالثة هنحملها على حساب بضاعة الأمانة زي ما قلت، ونقول من حساب بضاعة الأمانة. واضح؟ نيجي للعملية الرابعة. هناك بقى الراجل الوكيل بيبيع، ولما بيبيع هيبعت كل فترة فلوس أو شيك أو كمبيالة للموكل، مش هيخلي الفلوس عنده للآخر، سواء هيبعت له فلوس نقدا أو بكمبيالات. هنشوف مثال وهتسجل العملية دي ازاي. مثال: حرر الوكيل عبد العزيز فتوح سند إذني لأمر الموكل عبد السلام شحاته بنسبة 50% من قيمة البضاعة الوردة في الفاتورة السورية. نشوف هنحسب قيمة السند الإذني ده اللي هو 50% من قيمة البضاعة ازاي. هتحسب قيمة السند الإذني كما يلي: هي قيمة البضاعة عند الوكيل كام؟ كانت 100 وحدة زي ما شايفين اهو، سعر الوحدة 1200، فكان قيمة البضاعة 120000. طب السند الإذني 50% من قيمة البضاعة، هنقول قيمة السند 120000 في 50 على 100، هيديني قيمة السند الإذني 60000. وتسجل كده السند الإذني اللي هيبعته الوكيل للموكل، الموكل هيقبض بيه، فيبقى عند الموكل اسمه ورقة قبض. الوكيل هيدفع بيه، هيدفع بيه، يبقى إذن عند الوكيل اسمه ورقة دفع. فيكتب كالآتي: 60000 من حساب أوراق القبض إلى حساب جاري الوكيل عبد العزيز فتوح، ونكتب سند اذني رقم كذا. الوكيل هيقول ايه بقى؟ من جاري الموكل عبد السلام شحاته الى حساب اوراق الدفع، وفي الشرح هيقول سند اذني رقم كذا. العمليه الخامسه. طيب العموله بتاعت الوكيل بقى، وفقا للعقد المبرم بين الموكل والوكيل، العموله هتتثبت ازاي؟ نقول مثال ونشوف هتتثبت ازاي. تم الاتفاق بين الموكل عبد السلام شحاته والوكيل عبد العزيز فتوح على أن يتقاضى الوكيل عمولة عادية بنسبة 5%، وتم حسابها، حسبوها بقى، بلغت 6050. حسبوها ازاي ما نعرفش، مش مشكلة. وتعتبر هذه العمولة بالنسبة للموكل اللي هو مالك البضاعة مصروفات، لكن بالنسبة للوكيل إيراد. ده الوكيل بيبيع مستني العمولة دي إيراد بالنسبة له. فما دام بالنسبة للموكل مصروفات هنحملها على حساب البضاعة زي ما اتفقنا، لكن بالنسبة للوكيل إيراد فلازم تبقى دائنة في القيد. طيب بناء عليه بقى
الموكل هيثبتها ازاي؟ هيحملها على حساب البضاعة. يبقى نقول 5,650 من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح إلى حساب جاري الوكيل عبد العزيز فتوح. والشرح إثبات قيمة العمولة على بضاعة الأمانة بنسبة 5%. نيجي لدفاتر الوكيل، هيقول من جاري الموكل عبد السلام شحاتة إلى حساب العمولة. العمولة هنا إيراد فتبقى دائنة، إلى حساب عمولة بضاعة الأمانة. ونقول إثبات قيمة العمولة على بضاعة الأمانة للموكل عبد السلام شحات. نيجي بقى إثبات العملية السادسة. بعد كده أما راح أما بيبيع بقى هناك المبيعات بضاعة الأمانة، هنثبت بضاعة الأمانة لما تتباع. مثال: بلغت المبيعات من واقع حساب المبيع 121,000 جنيه نقداً. الراجل دلوقتي بيبيع بضاعة نقدية، إثبات مبيعات بضاعة الأمانة النقدية في عنواننا. والمثال: بلغت المبيعات من واقع حساب المبيع 121,000 جنيه نقداً. طيب هيتم إثباتها إزاي في دفاتر الموكل والوكيل؟ برضه بنقسم الصفحة نصين، وأدي دفاتر الموكل وأدي دفاتر الوكيل. الموكل على اليمين أهو والوكيل على الشمال. دلوقتي ال 121,000 لسه عند الوكيل، فالموكل هنا هيخلي حساب جاري الوكيل مدين بيها، هيقول من حساب جاري الوكيل عبد العزيز فتوح 121,000. بصوا احنا مش قلنا لما بنصرف مصاريف بنحملها لبضاعة الأمانة وبنقول من حساب بضاعة الأمانة عشان نقارنها في الآخر بالمبيعات؟ هنا بقى يبقى المبيعات دائنة إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح، دي المبيعات الآجلة. والشرح إثبات المبيعات الآجلة النقدية، أنا آسفة، إثبات المبيعات النقدية. معايا؟ يبقى من حساب جاري الوكيل عبد العزيز فتوح إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح، إثبات المبيعات النقدية، دي عملية المبيعات النقدية. نيجي بقى للوكيل، الوكيل لما باع نقدا خد الفلوس حطها في النقدية عنده، فيبقى حساب النقدية مدين من حساب النقدية. لكن الفلوس دي مش بتاعته، دي بتاعت الموكل، هيقول إلى حساب جاري الموكل عبد السلام شحاتة، إثبات المبيعات النقدية. تمام؟ العملية السابعة، إحنا اتكلمنا عن المبيعات النقدية، عايزين نشوف بقى المبيعات الآجلة وهنعمل فيها إيه، وناخد بالنا دي بسيطة جدا جدا جدا. مثال: بفرض أن هناك مبيعات آجلة تمت بين الموكل والوكيل قيمتها 90,000 جنيه. هيتم إثباتها إزاي في دفاتر كل من الموكل والوكيل؟ تقول لي استني قبل ما اسجلها، قول لنا الاول الوكاله دي ضامنه ولا غير ضامنه؟ عشان لو كانت غير ضامنه يبقى البضاعه اللي بتتباع بالاجل دي مسؤوليه صاحبها، صاحب اللي هو الموكل. لكن لو كانت ضامنه يبقى البضاعه اللي بتتباع بالاجل مسؤوليه الوكيل. هنا هنقولها الاول الف في حاله الوكاله غير الضامنه للسداد. غير الضامنه للسداد يعني الوكيل هناك بيبيع لكن ملوش دعوة، يبقى هنا المسؤولية بتاعت المبيعات الآجلة مسؤولية الموكل، يعني المدينين بتاعت البضاعة اللي اتباعت دي هناك بالأجل مسؤولية الموكل مش مسؤولية الوكيل. فإذا هنسجلها إزاي؟ في دفاتر الموكل هنقول كده 90,000 من حساب إجمالي مدينون بضاعة الأمانة، أو هنقول من حساب أوراق الأب لو كان البيع بإيه بكمبيالة، إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح. إثبات عمليات البيع بالأجل. يبقى هنا قلنا إيه؟ من حساب إجمالي مدينون بضاعة الأمانة أو من أوراق القبض لو باع بكمبيالة إلى بضاعة الأمانة، وخلينا بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح هنا طرف دائن عشان أقارنها بكل القيود اللي أنا قلت فيها من حساب بضاعة الأمانة. في الاخر عشان نشوف الربح او خساره. نيجي بقى لدفاتر الوكيل اللي باع ومش مسؤول عن المدينين، باع بالاجل لكن مش مسؤوليته. هيقول ايه؟ بصوا: من حساب مديني الموكل، مش المدينين بتوعه هو، من حساب مديني الموكل عبد السلام شحاته الى جاري الموكل عبد السلام شحاته، بيبيع لكن المدينين دول مدينين ايه؟ الموكل. اثبات عمليات البيع الاجله. واضح؟ ده في حاله الوكاله
غير الضامنة للسداد. تعالوا بينا بقى في حالة الوكالة غير العادية اللي هي الضامنة للسداد. الراجل الوكيل هناك بيبيع ومتحمل، بيبيع البضاعة بالأجل ومتحمل مسؤولية البيع ده، انه يحصل هو من المدينين، متحمل مسؤولية أكبر من الوكيل اللي بيبيع بضاعة غير ضامنة. نشوف بقى لو المثال بتاعنا كانت الوكالة هنا ضامنة للسداد، نشوف الراجل الموكل بقى اللي قاعد ومرتاح ده هيقول 90,000 من جاري الوكيل، هيحمل المسؤولية على الوكيل عبد العزيز فتوح إلى بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح. يعني في الحالتين هيقول إلى بضاعة الأمانة لدى الوكيل عبد العزيز فتوح. لو كانت الوكالة ضامنة أهي هنحمل المديونية لجاري الوكيل، مش ضامنة هنقول من حساب المدينين زي ما عملنا في الصفحة اللي فاتت. نيجي للوكيل بقى، الوكيل يا عيني هيتحمل مسؤولية البيع بالأجل، هنا راجل جدع فنقول كده 90,000 من المدينون إلى حساب جاري الموكل عبد السلام شحاتة إثبات العمليات الأجلة. نيجي للعملية الثامنة والأخيرة. بعد ده كله خالص الراجل هناك الوكيل بيبعت كشف المبيع زي ما قلنا، بيبين فيه الحاجات، البضاعة اللي جات له والمصاريف بتاعته سواء والمبالغ اللي بيبعتها للموكل، وبيبعت له فيها بيثبت العمولة، وبيبعت له في الآخر فيها الرصيد بتاعه الباقي. مثال، أرسل الوكيل شيك على بنك مصر بمبلغ 50,000 جنيه مرفق مع كشف المبيع، زي ما شفناه في الأول كشف المبيع بيبقى فيه إيه؟ الرصيد المتبقي. يتم تسجيل هذه العملية في دفاتر كل من الموكل والوكيل إزاي؟ برضو بنقسم الصفحة نصين أهو، هنقول دفاتر الموكل على اليمين، الوكيل على الشمال. الراجل الموكل هياخد الفلوس دي، الشيك أهو في البنك، هيحطه في البنك، يبقى البنك مدين 50,000 من حساب البنك إلى حساب جاري الوكيل عبد العزيز فتوح. الوكيل هناك هيقول من جاري الموكل عبد السلام شحاتة إلى حساب البنك. هنا الموكل هيقول في الشرح شيك مرسل من الوكيل على بنك مصر. الوكيل هيقول إيه؟ شيك على بنك مصر مرفق مع حساب المبيع. أبنائي الطلبة، أتمنى يكون شرح العمليات السابقة دي واضح، وهنحاول نشوف بقى تمرين عملي على العملية دي. ناخد بالنا وانا بقرا التمرين، انا هقرا التمرين وهنحله مع بعض. في اول ديسمبر 2011 أرسل الموكل ألف إلى الوكيل ب 1,000 وحدة من سلعة ما لبيعها لحسابه وتحت مسؤوليته مقابل عمولة شاملة. شوفوا شاملة جايبها لكم بالخط الأصفر، يعني إيه شاملة؟ يعني الوكالة هنا ضامنة. عشان ما تقول ليش أنت ما قلتليش بعد كده قدام في التمرين، أنت ما قلتليش الوكالة ضامنة ولا مش ضامنة. طالما حطت لك كلمة شاملة دي يبقى الوكالة ضامنة، معناها ان المبيعات بالنقد وبالاجل مسؤولية الوكيل. واضح؟ انا كل بند هقراه هشرحه عشان واحنا بنحله يبقى واضح. بعمولة شاملة قدرها 5% على جميع المبيعات. فاذا علمت ما يلي: الف، تمن تكلفة البضاعة المرسلة، التكلفة ايه؟ 3,200. خدوا بالكم التمن اللي بالتكلفة ده هيثبت في دفاتر الموكل، الموكل بيثبت التكلفة، مش كده؟ ب، المصروفات التي دفعها الموكل 480 جنيه تفاصيلها كالآتي: 1,200 جنيه نقل، 120 تأمين، 160 شحن. دي مصاريف دفعها الموكل، هتثبت في دفاتر الموكل، والوكيل هناك قاعد مرتاح هيقول لا قيود. شايفين نفس الشرح اللي احنا شرحناه، والتمرين هيجي لكم بنفس الطرق دي بالظبط كده، نفس الخطوات دي بالظبط، وهتشوفوا قد ايه الحل بسيط. ج، المصروفات التي دفعها الوكيل، الوكيل بقى دفع 240 جنيه نقدا تفاصيلها كما يلي: 60 تفريغ ونقل، 80 رسوم جمركيه، 60 نقل للخارج، 20 سمسره، 20 مصاريف بيع. د، المبيعات بقى، هنشوف المبيعات كما هو مبين بكشف حساب المبيع. اتباع 200 وحدة بسعر 5 جنيه نقدا لمحلات عبد اللطيف. خد بالك بيقول لي نقدا
ومحلات عبد اللطيف. ماليش دعوه بكلمه محلات عبد اللطيف، انا ليه انها باعت نقدا. طيب 3000 وحده بسعر 4 جنيه نقدا برضو لمحلات رضوان، يبقى ال 200 وحده وال 300 دول اتباعوا نقدا. طيب 100 وحده بسعر 6 جنيه على الحساب، ال 100 وحده دي بقى هي اللي اتباعت بالاجل لمحلات منصور. نمره ايه؟ عايزك تثبت العمولة. امال المطلوب ايه؟ المطلوب قيود اليوميه في دفاتر كل من الموكل والوكيل. شوفوا بقى الحل ببساطه، احنا كلنا كل عمليه لما بناخدها او ان عمليه من 1 لحد 8 كنا بنقسم كم سطر كده الصفحه نصين، لكن في تمرين زي كده انت هتقسم الصفحه مره واحده نصين، وهنعمل كده ايه زي ما هعمل كده في الحل. في هذا التمرين يمكن تقسيم صفحة الإجابة قسمين، قسم يومية الموكل وقسم يومية الوكيل كما يلي. بصوا معايا، شايفين قسمت الصفحة ازاي؟ نص يومية الموكل ونص يومية الوكيل، وقاسمين الصفحة نصين. العمليات عندي في التمرين متقسمة ألف ب ج د ه، كل عملية هكتب الرقم بتاعها ألف والحل بتاعها قدامها، ولازم أفصل بخط بينها وبين العملية اللي بعدها عشان لما يصلح لك وانت بتحل في ورقة الإجابة يبقى إجابتك واضحة وسليمة. نشوف بقى، انت مفروض انا هقرأ لك العملية نمرة 1 اهي، بيقول تمن تكلفة البضاعة المرسلة 3200 جنيه. هنسجل العملية دي ألف اهي، الموكل هو هيثبت البضاعة بالتكلفة زي ما احنا قايلين وعارفين الموكل بيثبتها بالتكلفة. هيقول 3200 من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل ب، 3200 إلى بضاعة الأمانة المرسلة للوكيل ب، والشرح إرسال بضاعة للوكيل بعمولة 5%. اتفقنا الوكيل ما بيعملش قيد، بيكتب مذكرة. هيقول تسلمنا 1000 وحدة من البضاعة لبيعها لحساب الموكل ألف بعمولة شاملة، وكتبنا كلمة شاملة معناها إن الوكالة هنا ضامنة 5%. واضح؟ نفس القيد ونفس الطريقة اللي عملناها في العمليات خطوة خطوة. نيجي للخطوة ب. الخطوة بيقول لي المصروفات التي دفعها الموكل 480 جنيه نقدا، تفاصيلها كالآتي. أنا ليا إن المصروف دفعها 480 جنيه نقدا بالكامل، هو بيقول لي 60 نقل، 80 رسوم جمركية، 60 نقل للخارج. لا ده جيم، سوري، نرجع لب، معلش أنا بقرا من الكتاب قدامي، معلش. المصروفات التي دفعها الموكل 480 جنيه نقدا، 200 جنيه نقل، 120 جنيه تأمين، 160 جنيه شحن. احنا بنجمعهم على بعض ونكتبهم 480 كاملين. احنا اتفقنا ايه؟ اي مصاريف بتتصرف بنحملها على حساب البضاعة، فنقول من حساب بضاعة الأمانة اللي هي مكتوبة اهي، بصوا في العملية ألف أول الطرف المدينة اهو اللي في العملية ألف من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل ب اتدفعت نقدا، بيقول لي صرفها نقدا الى حساب النقديه 480، والشرح بيقول ايه؟ مصاريف نقل وتامين وشحن. الراجل اللي هناك الوكيل ما دفعش حاجه، مستني، لا دفع حاجه ولا عمل حاجه، فبيقول لا قيود. ايه رايكم؟ زي الشرح والخطوات اللي احنا خدناها بنرص، زي ما هيجي لك في الشرح، زي ما هيجي لك في التمرين دون، وفي التمرين اللي هنقوله بعد كده، زي ما هيجي لك ان شاء الله في الامتحان وهتحله ببساطه جدا. العملية جيم، راحت البضاعة بقى ايه؟ هناك عند الوكيل. الوكيل بقى هيصرف عليها بضاعة، بيقول لي المصروفات التي دفعها الوكيل 240 جنيه نقدا، برضو دفعها نقدا، 60 جنيه نقل، 80 جنيه جمارك، 60 جنيه نقل للخارج، 20 سمسرة، 20 مصاريف بيع مختلفة. مجموعهم كلهم هو قايل لي على بعض 240 جنيه، أنا باخد المجموع كله. المصاريف اللي دفعها الموكل هناك، الوكيل هناك، البضاعة راحت له، المصاريف دي دفعها الوكيل هناك لما البضاعة راحت له، دفعها نقدا. أنا يا صاحب البضاعة هنا ما دفعتش حاجة، لكن هحملها على حساب البضاعة لأن دي تحسب لي بعد كده التكاليف بضاعة البضاعة كلها. فنقول كده 240 من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل ب، شايفين الطرف المدين في ألف، هو الطرف المدين في ب، هو الطرف المدين في جيم، لان الطرف الاول في الف تكلفه البضاعه، ب مصاريف حملتها عليها، في جيم الطرف المدين برضو حملتها عليها، بس الفلوس دي
بتاعت الراجل الوكيل، هو دفعها اه لكن مش ذنبه، فاحسبها له وقول الى حساب جاري الوكيل به مصروفات دفعها الوكيل. نجري الوكيل بقى، هنقول 240 من حساب جاري الموكل، هحملها على الموكل، انا دفعتها نقدا اه بس هاخدها من الموكل، الى حساب النقديه، ونقول المصروفات دفعت على حساب بضاعه الامانه للموكل 1000. واضح؟ نيجي للعمليه د، المبيعات طبقا لما هو مبين بكشف حساب المبيع، وناخد بالنا من المبيعات دي بقى. بيقول لي 200 وحده بسعر 5 جنيه نقدا لمحلات كذا، 300 وحده بسعر 4 جنيه نقدا لمحلات كذا، 100 وحده بسعر 6 جنيه على الحساب. انا هشوف المجموعتين اللي هم اتباعوا نقدا واعملهم بقيد واحد. فنقول كده في التشويده بتاعتنا 200 في 5 ب 1000، و300 في 4 ب 1200، وهنعمل القيد كده نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه نرجع تاني، نرجع تاني للقيد في الصفحه اللي فاتت. هنقول كده ال 240 دي دفعت الراجل الموكل، هيقول كده 240 من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل به، شفتوا برضو المصاريف دي احنا قلنا في القيد الاولاني من حساب بضاعه الامانه دي تكلفه البضاعه، في القيد به المصاريف اللي دفعها الراجل الموكل، في ج المصاريف اللي دفعها الوكيل. نيجي بقى للعمليه بتاعه د اللي هي البضاعه اللي اتباعت بالنقد. هنقول كده 200 في 5 في التسويد زائد 300 في 4 هيطلع مجموعهم الاثنين 2200. الفلوس اللي اتباعت نقدا دي انا يا موكل لسه ما خدتهاش، دي هاخدها من الراجل الوكيل، ده الوكيل باعها وحطها في النقديه عنده بس انا لسه ما خدتهاش. فاقول كده في دفاتري انا يا موكل هقول 2200 من حساب جاري الوكيل ب 2200 الى بضاعه الامانه لدى الوكيل ب، وهخلي بقى بضاعه الامانه دي اللي انا في القيود اللي فاتت عاملها مدينه هخليها طرف دائن عشان اقارن التكاليف اللي في القيود اللي فاتت بالطرف الدائن، ادي ايه البضاعه اللي اتباعت نقدا. نيجي للراجل بقى الوكيل، ده باع بضاعه بالنقد، خد الفلوس حطها في النقديه، فنقول من حساب النقديه 2200 بس دي مش فلوسي، ده حساب الوكيل الموكل، هقول الى حساب جاري الموكل الف 2200. واتفقنا عرفنا جبنا ال 2200 ازاي، ال 200 وحده في 5 ب 1000 زائد ال 300 وحده في 4 ب 1200، جمعناهم طلع المجموع المبيعات النقديه كلها على بعضها 2200. نيجي بقى للجزئيه اللي بتقول ايه، اتباع 100 وحده بسعر 6 جنيه على الحساب لمحلات منصور. المبيعات الاجله دي بقى هنعملها في قيد لوحدها، بس دي تابعه برضو ايه لدال، فعملناها في قيد لوحدها 100 وحده في 6 ب 600 جنيه. الراجل الوكيل هنا دي وكاله ضامنه، يعني الوكيل ضامن المبيعات الاجله دي، لكن الموكل مرتاح محمل كل التعب على الراجل الوكيل، فالموكل هيقول ايه 600 من حساب جاري الوكيل به الى حساب بضاعه الامانه برضو لدى الوكيل به، وخلينا حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل به داين اهو زي ما عملناه داين في البضاعه اللي اتباعت بالنقد في القيد السابق. نيجي للراجل المدين الوكيل، الراجل الوكيل اللي هو به اللي هو اصلا بيبيع وضامن البضاعه، هنا باعها ب 600 جنيه وضامن المبيعات الاجله دي، فالمدينين دول مدينين له، المدينين دول مدينين ايه له، فيقول من حساب المدينين بس الفلوس دي ايه لما يوردها او يحصلها هتبقى ايه لحساب الموكل الف، قول مبيعات بالاجل 100 وحده في 6 جنيه. نيجي بقى للقيد ب اللي هو اثبات العموله. العموله هنثبتها ازاي؟ دي وكاله شامله او ضامنه. العموله هنحسبها ازاي؟ هنجمع المبيعات النقديه على المبيعات الاجله ونضربها في 5%. كانت المبيعات النقديه 2200 في القيد الاولاني في ه في د، في القيد الاولاني في د المبيعات النقديه 2200 معايا، والمبيعات الاجله 600،
يبقى مجموعهم 2800. هنضرب 2800 في 5 على 100 هتديني العمولة 140 جنيه. العمولة دي بالنسبة للموكل يا شباب تعتبر مصروف، أما بالنسبة للوكيل هتعتبر إيراد، ده هو بيبيع ومستني العمولة دي. ما دام الموكل هتعتبر بالنسبة له مصروف هيحملها على حساب بضاعة الأمانة، ويخلي بضاعة الأمانة لدى الوكيل. هنا بقى إيه؟ بقى الطرف مدين، هيقول 140 من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل ب، 140 إلى حساب جاري الوكيل ب، والشرح إثبات العمولة. الراجل الوكيل به بقى ال 140 جنيه دي بتاعته لسه ما خدهاش، هيحملها على الموكل، هيقول من جاري الموكل ألف إلى حساب عمولة بضاعة الأمانة، وعملها هنا إيراد، وهنا يبقى عملنا قيد إثبات العمولة. بالطريقة دي نكون سجلنا العمليات اللي عدت علينا من واحد من ألف لحد ه في دفاتر كل من الموكل، كل خطوة بنعملها مرة واحدة، وبنقسم الصفحة نصين قصاد بعض، وكل عملية بعمل لها قيدها بفصل بين العملية واللي تحتها عشان يبقى شغلي منظم. نتنقل للتمرين الثاني. التمرين الثاني بيقول كده، نركز مع بعض، برضه هيبقى نفس الخطوات بتاعه التمرين اللي فات، تم بس ايه بارقام تانية، باسامي تانية. تم الاتفاق بين الموكل عبد الواحد، هنا كنا بنقول الف وب، هنا اقول اسامي مش مشكله. تم الاتفاق بين الموكل عبد الواحد والوكيل علي بان يرسل الاول للثاني بضاعه لبيعها لحسابه بعموله شامله، برضه قال لي هنا شامله قدرها 10%. احنا اتفقنا شامله يعني ايه؟ شامله يعني الوكاله هنا ضامنه، يعني البيع بالاجل هيبقى مسؤوليه الوكيل. معايا؟ نفس الكلام. واحد ولا الف، ارسل عبد الواحد 500 كيلو جبنه، تكلفه الكيلو 6 جنيه. عشان اضرب 500 في 6 هيديني 3000. السعر بالتكلفه هيثبت في دفاتر الموكل، لكن السعر في الفاتوره السوريه 7 جنيه. لما هتكلم عليها في دفاتر الوكيل هتكلم عليها بان الكيلو بسبعة جنيه، لان الوكيل ما يعرفش ابدا اي حاجه عن سعر التكلفه. وسدت تكاليف النقل قدرها 200 جنيه. طيب ده الكلام ده مين؟ عبد الواحد بعد البضاعه لعلي. طيب وسدت تكاليف نقل قدرها 200 جنيه، ده مين اللي سددها برضو؟ عبد الواحد اللي هو الموكل اهو. نمره 2، يعني عبد الواحد في الف هيبعت هيثبت تكاليف النقل دي عليه ويحملها على تكلفه البضاعه زي التمرين اللي فات، ونعمل هناك عند علي نقول لا قيود. نمره 2، وصلت البضاعه الى الوكيل علي، حطها في المخازن. طب في اي حاجه حصلت نقديه؟ اي تصرف نقدي؟ ما اتكلمش. حطها في المخازن ما صرفش حاجه، يبقى هنا مش هنعمل قيود في دفاتر لا الموكل ولا الوكيل، والله ريحنا. نمره 3، تمت المبيعات التاليه. 300 كيلو بسعر 7 جنيه نقدا. طيب دي بعت نقدا. 200 جنيه بسعر 8 جنيه للكيلو للشركه المتحده بالاجل. يبقى المبيعات النقديه هنعملها في قيد لوحدها، والمبيعات الاجله هنعملها في قيد لوحدها زي ما عملنا في التمرين اللي فات بالظبط. 4، ارسل الوكيل للموكل حساب المبيع ظهرت فيه المصروفات التاليه. هنا بقى ايه؟ بيقول لي الراجل الوكيل صرف شويه مصروفات بعتها له في كشف المبيع. هنا هثبت المصروفات بقى اللي دفعها الوكيل. 30 جنيه دفع اكراميات، 370 له عموله. طبعا الاكراميات هتثبت والعموله بتاعته الشامله هتثبت، وانا ريحني اداني 370 قيمه العموله كامله، ولا سابني احسبها ولا حاجه، ادهاني محسوبه كامله كتر خيره. بند 5، ارسل الوكيل للموكل شيك على بنك مصر ب 3300 جنيه المطلوب قيد اليوميه في دفاتر الموكل والوكيل. دي عرفنا هتتعمل ازاي وهنعملها. بعد كده به حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل في دفاتر كل من الموكل والوكيل. لا سوري، ده به ده حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل في دفاتر الموكل. الموكل اللي بيبيع عايز يفتح حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل اللي هو بيحطه في القيود، مدين في المصاريف ودين في المبيعات،
عايز يفتح له حساب في دفاتره هو. ليه؟ عشان يعرف ربحه او خسارته. تمام. برضو في هذا التمرين يمكن تقسيم الصفحه الاجابه قسمين، قسم الموكل وقسم اليوميه الوكيل، زي ما عملنا في التمرين اللي فات وزي ما هنشوف في التمرين ده. يلا بينا بقى ايه نعمل خطوه خطوه. ادي بقى دفاتر الموكل عبد الواحد ودفاتر الوكيل علي. نمره واحد بتقول لي تم الاتفاق بين الموكل عبد الواحد والوكيل علي على ان يرسل الاول للثاني بضاعه لحسابه لبيعها لحسابه مقابل عمولة شاملة، واتفقنا شاملة يعني الوكالة دي ضامنة قدرها 10%. طيب هنا هنعمل ايه بقى؟ احنا عارفين انه قال لي ان سعر الكيلو بالتكلفة في القيد نمرة 2 سعر الكيلو بالتكلفة 6 جنيه. فانا هثبت في دفاتر الموكل الثمن بيع البضاعه ثمن ارسال البضاعه بالتكلفه زي ما عرفنا بنفس القيد اللي عملناه في القناه في العمليه الاولى في الشرح، وزي ما عملناه في العمليه الاولى في التمرين اللي فات. هنقول 3000 جنيه اللي هي 500 في 6، 3000 جنيه بالتكلفه من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي، 3000 جنيه الى حساب بضاعه الامانه المرسله للوكيل علي. ونقول في الشرح تكلفه بضاعه الامانه المرسله 500 كيلو في 6 جنيه اللي هو التكلفه، ما ننساش دي. نيجي بقى للراجل الوكيل عالي هيكتب مذكره، هيقول تسلمنا 500 كيلو جبنه، سعر الكيلو بقى بثمن البيع 7 جنيه لبيعها لحساب الموكل لعموله شامله 10%. تمام. برضو في البند اللي هو الاولاني ده بيقول سدد تكاليف النقل وقدرها 200 جنيه. سدد تكاليف النقل وقدرها 200 جنيه. في البند واحد برضو سدد تكاليف النقل وقدرها 200 جنيه. مين اللي سددها؟ مين اللي نقلها؟ الموكل. فيحمل ال 200 جنيه برضو على حساب البضاعه اللي هو الطرف المدين في القيد الاولاني. نفس الكلام، ما بنغيرش كلامنا. 200 جنيه من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي، 200 جنيه الى النقديه اللي دفعها، مصاريف نقل البضاعه. هناك الوكيل علي قاعد رجل على رجل مستني البضاعه تروح له، ما دفعش اي حاجه. نيجي للبند نمره 2. وصلت البضاعة إلى الوكيل علي، أبو طالب حطها في المخازن أو دفعها المخازن وما قاليش إنه دفع حاجة، ولا قال لي إن الموكل دفع حاجة ولا الوكيل دفع حاجة، فما فيش أي قيد لا عندي ده ولا عندي ده. هنقول في البند 2 لا قيود هنا ولا قيود هنا. 3. نيجي بقى لبند المبيعات، ده مهم وسهل زي ما عملناه في التمرين نمرة 1. بيعت الكمية أثناء شهر فبراير كما يلي: 300 كيلو بسعر الكيلو 7 جنيه نقدا، و200 كيلو بسعر الكيلو 8 جنيه للشركه المتحده. طيب يبقى هنا في مبيعات بالنقد وفي مبيعات بالاجر. نيجي للمبيعات اللي بالنقد اللي هي 300 كيلو بسعر 8 جنيه، 300 كيلو بسعر 7 جنيه نقدا، 300 كيلو بسعر 7 جنيه نقدا. لو رجعت للسؤال هتقول هيتلاقيه باع 300 كيلو بسعر 7 جنيه نقدا. هنقول 300 في 7 هنضرب الرقم ويطلع لي المبلغ. وبعدين 200 كيلو بسعر 8 جنيه للشركه المتحده، هنقول 200 في 8 ونضربها يطلع الرقم. بصوا بقى هنجمع المبيعات النقديه اللي هي 300 في 7 زائد المبيعات الآجلة 200 في 8 نجمعهم على بعض. طبعا 300 في 7 هتطلع 2100 و200 في 8 هتطلع 1600. بالنسبة للموكل دي كلها مبيعات هيثبتها على بعضيها، هتطلع المبلغ على بعضه 3700. بالنسبة للموكل هيقول الفلوس دي بقى اللي باع بيها الوكيل، هيبقى الفلوس دي من حساب جاري الوكيل عالي، دفاتر ايه الموكل إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل علي، ويخلي بضاعة الأمانة اللي احنا عاملينها مدينة في القيود اللي فاتت بالتكلفة والمصاريف هيخليها دائنة بقيمة المبيعات النقدية والآجلة، هيخليها دائنة. وبعدين نقول إيه في الشرح قيمة المبيعات النقدية والآجلة.
نيجي للراجل اللي هو الوكيل هيثبتها. هو باع بضاعة بالنقد، خد الفلوس حطها في النقدية، وباع بضاعة بالأجل للشركة المتحدة وهو ضامنها، فالمدينين مدينين بتوعه هو. فيقول كده: من مذكورين 2100 من حساب النقدية، و1600 من حساب المدينون اللي هي بين قوسين الشركة المتحدة، المبلغ كله 3700 إلى حساب جاري الموكل عبد الواحد، قيمة المبيعات النقدية والأجل. وعرفنا جات المبلغ إزاي. نيجي للنقطة اللي بعد كده، بيقول لي: أرسل الوكيل علي أبو طالب، أرسل الوكيل علي إلى الموكل عبد الواحد حساب المبيع، بيقول له فيه إيه بقى؟ ظهرت فيه المصروفات التالية، ظهرت فيه المصروفات التلفية: 30 جنيه إكراميات، 370 جنيه عمولة. ال 30 جنيه الإكراميات وال 370 العمولة الشاملة اللي هو الدهاني جاهزة، هنجمعهم على بعض، دي مصاريف صرفها الوكيل كده وكده، دي مصاريف هيتحملها الموكل، فيحملها على حساب بضاعة الأمانة، فيخلي بضاعة الأمانة مدينة ب 400 جنيه على بعض، ويقول من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل علي ال 400 كلها إلى حساب جاري الوكيل علي، إلى حساب جاري الوكيل علي، ويقول في الشرح مصروفات وعمولة الوكيل. نيجي للراجل الوكيل بقى. الراجل الوكيل دفع 400 جنيه على بعضها اللي هي 30 و370، هيقول كده: من حساب جاري الموكل، لان هياخدهم الموكل، الى مذكورين 30 جنيه النقديه اللي هي الاكراميات اللي دفعها نقدا، و370 العموله الدائنه اللي هي بالنسبه له ايراد. وفي الشرح قيمه الاكراميات وعموله شامله 10%. نيجي لاخر حاجه، هنقول البند الاخير اللي هو أرسل الموكل علي، احنا قلنا للوكيل، أرسل الوكيل علي إلى الموكل عبد الواحد حساب المبيع، قال له في المصاريف دي، ومرفق معهم كان شيك بمبلغ 3300 جنيه. القيد التمرين اللي فات قلنا لما بيبيع شيك الموكل بياخد الشيك يحطه في البنك، طيب لكن بيطلع من عند الوكيل من بنكه، فالبنك اللي بياخد بيبقى مدين، ففي دفاتر الموكل هيبقى ايه؟ 3300 من حساب البنك الى حساب جاري الوكيل علي، شيك وارد رقم كذا بتاريخ كذا. اما الوكيل هيقول ايه؟ 3300 من حساب جاري الموكل عبد الواحد، 3300 الى حساب البنك، شيك رقم كذا بتاريخ كذا. طيب ده المطلوب الاولاني، عملنا قيود اليوميه في دفاتر الموكل والوكيل، ودي ما فيهاش حاجه غريبه زي التمرين اللي فات وزي الشرح اللي شرحناه. نيجي للبند المطلوب الثاني بقى، حاجه بسيطه جدا. احنا قلنا الراجل الوكيل الموكل بيبيع الحاجات دي كلها عند الوكيل علي عشان بعد كده يكسب منها، يشوف ربحه وخسارته. ففي دفاتر الموكل علي، من الموكل عبد الواحد، عمال يقول ايه؟ في تمن بالتكلفه من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي، وفي المصاريف من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي، من حساب بضاعه الامانه الى الوكيل علي، وفي المبيعات بيقول الى حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي. طب احنا عايزين نفتح حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي ده في دفاتر الموكل علي عشان نعرف في الاخر مكسبه او خسارته من عمليه بضاعه الامانه دي اللي عملها. هنفتح حساب زي احنا شايفينه كده على حرف التي، ادي الجانب المدين والداين، عنوانه حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي في دفاتر الموكل. طيب وهنجيب البيانات دي منين؟ هنجيبها من دفاتر الموكل لعبد الواحد. همسك البنود القيود بند بند. هنيجي للبند الاولاني. البند الاولاني كان بيقول ايه؟ من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي، يبقى حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي الى مين؟ الى مين؟ بصوا هنمشي بالقيد من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي، هنمشي بالقيد كده ينزل بسهم في الطرف المدين الى بضاعه الامانه المرسله، وكمل بقيه القيد. القيد الثاني المصاريف، كان من حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل علي الى حساب النقديه
المصاريف، نيجي بقى المصاريف اللي دفعها علي من بضاعة الأمانة لإيه لدى الوكيل علي إلى حساب النقدية. ده المصاريف اللي دفعها الموكل إلى حساب النقدية، لكن المصاريف اللي دفعها الوكيل بنقول من حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل علي إلى حساب جاري الوكيل علي، اللي هي بقى إيه؟ ال 30 جنيه الإكراميات والعمولة بتاعته. نيجي للمبيعات، إحنا في المبيعات قلنا إيه؟ في دفاتر الموكل دفعنا ده قلنا إيه في المبيعات؟ قلنا من حساب جاري الوكيل علي إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل علي. المبيعات النقدية والآجلة جمعناها على بعض. كده يبقى خلصنا أي حاجة تتعلق بكلمة حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل علي في دفاتر الموكل. بنجمع الجنبين هيطلع على الجانب الدائن أكبر طبعا 3700 هيتحط الناحية التانية. هطرح منه الطرف المدين اللي مجموعه هنا 3600، أطرحهم ال 3700 هيديني الفرق ربح، ده الرصيد هيطلع ده ربح لأن الجانب الدائن أكبر. ده كل المكسب اللي كسبه الراجل الموكل من العمليات اللي قلناها دي كلها، كسب 100 جنيه. واضح؟ كده اتمنى انكم تكونوا فهمتوا بضاعه الامانه. هتركزوا لي على العمليات اللي عملناها من 1 لـ7 بالتفصيل، وهي هي اللي بتتكرر في التمرين الاولاني وفي التمرين الثاني، وهي هي اللي تتكرر قدامكم ان شاء الله بعد كده بيني وبينكم في اي امتحان. ونكتفي بهذا القدر في هذا الجزء الخاص بالمحاسبه عن بضاعه الامانه، مع خالص تمنياتي لكم بالصحه والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتوره صفاء جرجس تدرس.